بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهارده ان شاء الله هنستعمل وحدات نمطيه لاول مره. هي الوحدات اللي احنا هنستعملها، هنضيف صوره للاصناف، ونضيف التفقيد اللي هي العمله بتاع كيات الجنيه او الدينار او الريال او اي حاجه زي كده. تمام. اول حاجه اللي احنا عايزين نجيب الوحدات النمطيه نحطها معانا في البرنامج بتاعنا. ما دام احنا لسه ما حطيناش كلمه سر للفيجوال بيزك، بيكون سهل جدا ان احنا نحط الحاجات دي. كلمه سر بتاع الفيجوال بيزك هنا مفيش، ما حطيناش، احنا ما اتكلمناش عنها نهائيا. انا عاده بسيب دي للاخر خالص، بس عشان لو حبيت تعدل على البرنامج او على الوحدات النمطيه وانت كنت حاطط اكواد الفيجوال بيزك، يفضل انك تشيل الاكواد بتاع الفيجوال بيزك قبل ما تحط الوحدات النمطيه. الوحدات النمطيه دول هم المجموعه دي، الاولاني ده بتاع فتح الملف، وده برضك بتاع اظهار الصوره، وهنا بتاع تحويل الارقام. انا هاخد التلاته كده هعلم عليهم شيفت وبعمل لهم لزق في قاعده البيان بتاعتنا بنفس الاسماء بتاعتهم. تمام. دلوقتي احنا عايزين نروح على جدول الصرف للاصناف ونضيف كود او صوره الصرف، صوره المنتج او الصرف. صوره الصرف ونخليها نص بامتداد 255. عاده الصور في اي برنامج ما بتضافش على قاعده البيانات، فاحنا هنحط مثلا، خلينا نقول ان احنا نستعمل برنامج، هنحط ملف هنا جنب البرنامج ونسميه صور، ونبدا نضيف الصور جوه الملف ده. ولو حبينا ننقل البرنامج من جهاز لجهاز، طبعا هو هنا البرنامج ده العنوان اللي هو موجود فيه. تمام. طبعا احنا المفروض ان احنا نخليها على دي على طول كده، يعني زي كده مثلا. تمام. ونخلي ملف الصور جنبه، يعني مثلا لو فتحت اي برنامج زي كده تلاقي ملف الصور جنب البرنامج. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نضيف، زي ما قلنا حطينا صنف معانا اسمه صور في حركه في الاصناف. هنروح فين الاصناف، العمل الموردين الاصناف احنا. تمام. عايزين مثلا نحط هنا كده الصنف، او خلينا نجيبها حتى على اليمين، يعني نجيب الحاجات ديت على الشمال كده ونحط صورة الصنف تظهر معانا. انا ممكن اخد صورة الصنف اللي هنا دي، تمام، وهيضيف معايا صنف، مفيش اي مشكلة. بس الاشكالية ان احنا كده هنحتاج ان احنا نضيف صور، يعني هنبقى ملتزمين ان احنا نضيف صورة، هيكون امتداد صورة. لكن لو اخدنا متصفح ويب هيكون حتى لو ضفنا بي دي اف هيتضاف معانا كده. بس بنضيف الصفحة، خلينا نيجي هنا ونقول له الغاء. تمام. مستعرض ويب. هنروح على مصدر السجلات ونضيف معانا الصورة وتظهر معايا. تمام. بيجي اضيف حقل الصورة برضك، بجيبه من هنا، بس طبعا الحقل ده هنخليه مخفي، بس احنا حاليا هنسيبه مادي. تمام. هنا الصورة، وهنا نخلي مصدر البيانات بتاعه برضك الصورة. الى الان احنا لسه ما عملناش حاجة. هنضيف حقلين هنا في الأسفل، واحد منهم هنسميه إضافة الصورة أو استعراض، وناخد منه كوبي مثلا ونحطه جنب منه كده ونسميه فتحة. تمام. نروح للوحدة النمطية اللي معانا أو الملف بتاع الوحدة النمطية، هتلاقي فيه الكودين الخاصين بإضافة والحسم. كل إضافة هو كود طويل شوية، حتى والله إن الواحد مش عارف الشرح بتاعه، بس هو الكود بنستخدمه فقط. يعني هو الكود زي ما هو كده، بناخده كوبي ونروح على البرنامج بتاعنا، ونروح فيه عند النقر. هنا اسم إيه؟ صورة الصرف. عشان ناخد بالنا عشان هنعدل الاسم. هنا بنعدل الكلمة دي ونخليها صورة الصرف. تمام.
وهنا الكود اللي بيفتح الصورة. برضك نعدل نسميه صورة الصن. تمام، خلينا نشوف اللي احنا عملناه. نتجاهل بس الصورة دي حاليا، هنخفيها. هنضيف صنف وليكن رقم 1 2 3، اسمه مثلا أسيد، سعر الشراء 10، البيع 15، الجملة 20 وليكن، رصيد أول 10. أنا كده ما عملتش أي حاجة، يعني كده لسه كل حاجات عادية. بضغط استعراض بيفتح لي الاستعراض. هخلي مثلا الداونلود كده. عندي صورة مثلا زي دي، نفترض هو ده الأسيد، بضغط عليه بيظهر لي هنا. هي الصورة ظاهرة بس الحجم بتاعها كبير شوية عن حجم الصورة اللي ظاهرة معايا. تمام، لو ضغطت هنا فتح بيقوم فاتح لي الصورة في وضع التصوير العادي. طيب خلينا نفتح المستعرض ونجيب مثلا صورة زي دي، زي أي حاجة غير امتداد الصورة. يعني مثلا ده كلهم، ده امتداد بي دي اف، لا ده ايميج برضه. ده بي دي اف مثلا اهو، هنلاحظ ان هو هيفتح معايا هنا مستعرض البي دي اف، شكل البي دي اف. لو عملت فتحة هيفتح لي الملف بتاع البي دي اف. تمام، طبعا ده بتحفظ من مكانه اللي هو فيه في الداونلود. لو غيرت الوقت من الداونلود هتلاقي الصوره بدات تتمسح. طيب تمام، الفكره حاليا طبعا ان انا هنا هو بيحفظ الامتداد بس، يعني هو خد الامتداد نقله معايا هنا اهو، فانا بخفي الحقل ده. وهنا بقى ممكن نحاول ان احنا نتحكم في هنا العرض دوما، هنا العرض عند الطباعه بس دوما يا بارس عند الطباعة هو في الشاشة. هنا ممكن اعمل له شاشة بس بحيث ان انا لو طبعت، بس طبعا انا ما بطبعش اصلا النموذج، انا بطبع التقريب. تمام، الارتفاع والعرض ومسطح متصل شعري، كل الحاجات ديت حاجات بسيطة معانا. بس احنا هناخد بالنا ان احنا هنقول ان هنا لو صورة الصنف فراغ الجزء ده يكون مخفي. مستعرض ويب، خلينا بس نسميه اسم تاني بدل كلمة مستعرض ويب ديت، الاسم طويل شوية. احنا وصلنا ل W كام دلوقتي؟ W2، خلينا نسميه W3 عشان بس يكون سهل معانا. W3، في حدث في الحال هنا. هنقول if is nil then لو صورة الصنف فراغ هيعمل ايه؟ هيعمل w3 dot visible تساوي false، else نفسها visible هتساوي true. end if. تمام، ونفس الكود ده هنحطه في هنا في مستعرض بعد الحدث. نقفل كده ونشوف. لما اكون فاتح الاصناف واحد جديد مش ظاهر معايا حاجة. طب لو جبت ده ظهرت معايا الصورة، جبت رقم 2 ما ظهرش معايا حاجة،
اللي هي الصورة اللي كانت ظاهرة بشكل مش مظبوط في الأول. تمام، يبقى عندنا إن احنا نخفي الجزء ده. نيجي على الجزء ده كده، نعلم على الاتنين ونعمل له مرئي. لا طيب تمام، عايزين الصورة دي تظهر معانا مثلا واحنا بنعمل الفواتير. خلينا نقول فاتورة البيع عشان هي بتكون أكتر فاتورة فيها إشكاليات. هنروح على فاتورة البيع، وفي جدول الحركة اللي موجود هنا عندنا الصنف اهو، هنقوم احنا ضايفين صورة الصنف. تمام كده الصورة موجودة معانا هنا. تمام، خلينا نقول نجيب الحقل او مستعر الويب ده كده نضيفه هنا معانا. مش فاكر برضك احنا وصلنا ل W كام هنا. طب كويس، W 3 برضك، نسمي ده W 3. القيمة الافتراضية بتاعته هتساوي W 2 نزيد اسم الحقل ايه؟ صورة الصنف. صورة الصنف ظهر معانا برضك بالشكل الغريب ده. لو اخترت صنف من الأصناف زي ما هو فاكر الأسيد ده اهو، ظهر معايا الصورة بتاعت الصنف موجودة معايا هنا. تمام، ده طبعا ممكن تظهر في أي مكان، يعني ممكن واحنا بنطبع الأصناف في الجرد نخلي صورة الصنف تظهر معانا. نفس النظام ممكن نحط له موضوع الإخفاء بتاع الحقل ده. الحاجة التانية اللي عايزين نعملها النهاردة موضوع التفقيط. يعني خلينا نشوف هنا كده فين السندات، سند صرف وسند قبض. مثلا احنا بنكتب هنا المبلغ، لسه ما ضبطناش دول، بس نظبطهم كده في مكان واحد. يعني الأعلى بتاعهم نخليه واحد. تمام، هنا بنكتب المبلغ المسدد، احنا عايزين يظهر لنا جنب المبلغ المسدد هنا المبلغ أرقام. تمام، احنا بنجيب حقل نص عادي وبنضيف فيه الكود اللي هنجيبه دلوقتي من الملف المساعد. طبعا احنا ضفنا طبعا الوحده النمطيه، الوحده النمطيه بتاعه تفقيط الارقام اهي، وحده طويله جدا وفيها كل الارقام. تمام، هنا الوحده النمطيه هنجيب لها الكود بتاعها، هو ده الكود بتاع الوحده النمطيه. مكان الالف ده بنكتب الاسم بتاع الحقل اللي هو الرقم. نبدأ نعمل له تنسيقاته. تعال نشوف كده شكله بقى عامل ازاي. خمس تلاف، لو احنا كتب 5000 جنيه، طب 5000.22 قرش. طيب طبعا مش كله جنيه وقرش، ممكن احيانا حتى نستخدمها في الوحدات اللي هي الخاصه بالقياس. تمام، فهنعملها ازاي؟ هنا في تحويل الارقام لحروف، هو تحويل بشكل عام. هنروح في الوحده النمطيه في الاخر، كده في الاخر اهو، في اخر الوحده النمطيه عندي هنا كلمه جنيه. لو انا كتبتها هنا ريال،
هيبقى خلينا نكتبها برضك ريال وهنا حل او دولار وسنت او اي واحدة نمطية. يعني حتى ممكن نحطها في اللي هي نعمل كميات اللي هي الكرتونة الكرتونة والعبوة مثلا. نشوف كده سنة قبض، لا احنا عملنا سنة صرف بس. لو كتبت هنا مثلا 500.5 كده او 500 ريال و50 هلل. طيب الموضوع مش محتاج شغل كتير، الموضوع بس ان انا هاخد الكود ده كوبي بقى دلوقتي واحطه هنا في سند القبض. والاثنين طبعا موجودين بنفس المسمى، فمش هيبقى عندي اي مشكله او اي تعديل هحتاج اعمله، ما عندي كلهم نفس المسمى. الاعلى بتاعهم هنخليه 1. درس بسيط وخفيف بس مؤثر ان شاء الله. طيب طب لسه معانا وقت اهو، خلينا نقول حاجه كمان. انا هنا بشتغل التاريخ بالتاريخ العربي الهجري الميلادي، قصدي التاريخ الميلادي، تمام. طيب انا عايز يكون التاريخ بتاعي بالتاريخ العربي، من خيارات هنا وبجيب أداة العمل أظن استخدام التاريخ الهجري، لكن طبعا بتطبق على الملف ده بس. يعني لو قفلته وفتحت دلوقتي نلاحظ ان التاريخ بقى 1439 بقى التاريخ الهجري معايا. طيب تمام، التاريخ الهجري مش مستعمل في السعودية بس، عشان كده انا هرجعه تاني التاريخ الميلادي. بس ممكن طبعا انت بتقابلك برامج مثلا بترتبط بالتاريخ الهجري في غير السعودية، مثلا لو حاجة تتعلق بالزكاة او تتعلق برحلات العمرة والحج بيكونوا بالتاريخ الهجري. تمام، لسه في ايه تاني؟ موضوع مثلا لو انا عندي حقل عايز احطه مثلا في الواجهة او في اي مكان ويكون على شكل ساعة، يعني مثلا حقل زي كده مثلا، هقول الوقت مثلا او حتى من غير مسمى خالص، عقل عندي اهو مثلا هسميه ان واحد مثلا، ان واحد، وعايز الحقل ده يكون فيه التاريخ بشكل آلي. اول حاجة بقوم رايح على التاريخ واشوف التنسيق التاريخ اللي انا عاوزه. هي دي تنسيقات التاريخ اللي موجود عندي. انا هاخد مثلا التاريخ بالتاريخ والوقت، تمام. بقوم رايح على حدث هنا في النموذج، في عند عد الفاصل الزمني العداد مثلا 1000. الألف يعني كل سنة، يعني هو هيعمل الحدث اللي انا هكتبه له هنا عند عداد الوقت كل سنة، كل سنة هيعمل الحدث اللي انا هكتبه هنا. طب ايه الحدث اللي انا هكتبه هنا؟ هقول له ان واحد بتساوي ناو، ناو هو الوقت، ان واحد بتساوي ناو. تعال نشوف كده، نفتح الخلفية سيد، ظهر الوقت،
نتابع اللي بيحصل في الثواني، الثواني بدأت تتحرك معايا وبشكل مستمر. لما اجي اقفل مفيش عندي اي مشكله، ان هو ملوش حقل بيسجل فيه الوقت. لو تلاحظ المواضيع كلها بدأت تقفل، كانت بدأت تبقى حاجات بسيطه كلها في اي حلقه، وحتى بدأت حاجات مستقله. النهارده عملنا التوقيت والتاريخ الهجري والوقت، بقى عندنا موضوع الباركود، وعملنا النهارده اضافه الصوره، بقى عندنا موضوع الباركود بس في الاصناف، ان احنا ازاي نطبع باركود وعدد الباركودات اللي احنا هنطبعها. وبكده تكون الامور الاساسيه في ولسه برضك عامل القوائم في الواجهه، وان شاء الله بالمره الجايه نعمل الباركود ونحاول نعمل القوائم في الواجهه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.